مشاهد الأحبة، يجري في كل سنة الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 47 نيسان، وهو اليوم الذي وافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، ويتم في كل سنة اختيار شعار لهذا اليوم يسلط الضوء على ناحية أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية. يشكل هذا اليوم حملة عالمية تدعو الجميع من قادة إلى العام في جميع الدول إلى التركيز على تحدي صحي واحد له أثر علمي، وبالتركيز على القضايا الصحية الجديدة الناشئة. والحديث عن هذا اليوم وهذه المناسبة، يسرنا أن يكون في هذا المحور الدكتور واثق عبد الجبار الربيعي، طبيب استشاري أمراض مشتركة ومدير شعبة تعزيز الصحة في مدينة الطب. أهلا وسهلا بك وشرفتنا في صباح الخير يا عراق. أهلا وسهلا بك دكتور، صباح الخير والعافية ورمضان مبارك عليك. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. سنة. دكتور، بداية كيف يتم تكريس هذا اليوم ليكون يوما للصحة العالمية؟ طبعا هي المنظمة لها أهداف في تحقيق الصحة للجميع. نعم. وهو الهدف الأساسي أنه في وشعار المنظمة الأساسي. هذه المنظمات ما تعمل إلا ما تكون بشراكة دائمة ومستمرة ويا وزارات الصحة الموجودة بالدوائر بالدول العالم. نعم. طبعا الدول العالم مو كلها اللي منضوية تحت منظمة الصحة العالمية. حدود 193 دولة، 193 او 94 دولة هي منضوية تحت اللواء المنظمة الصحة العالمية. مع هذا هدف المنظمة هو الصحة للجميع. الدول الغير منضوية تحت لواءها تقدم لها مساعدات، هذه المساعدات حتى تمنع انتقال الأمراض من بلد إلى آخر. نعم. وتكون هذه المساعدات من الدول اللي مشتركة من ضمن المنظمة. طيب دكتور، من هي أهم المجالات الصحية اللي يلتزم أو تثير القلق وتحظى باهتمام أكثر في سلم الصحة العالمية لهذا العام؟ أهم شيء هي عندنا الأمراض المعدية. هاي الأمراض المعدية اللي هي سريعة الانتشار، بالذات اللي هي الأمراض التنفسية اللي ممكن أنه تنتقل من شخص لآخر مجرد تواصل بينه وبين الشخص المصاب وعلى مسافات قريبة وبدون عدة حماية أو أي إجراء احترازي بهالموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر هو الأمراض اللي تأتي من البيئة والحيوانات وأيضا السريعة الانتشار، هذا الجانب الثاني. الثالث هي الملوثات مالت البيئة. احنا كبشر عندنا صناعات، هاي الصناعات تلوث البيئة، تلوث الماء، الهواء، هذه ايضا لها برامجها الخاصة والتابعة المنظمة. نعم. يعني هاي من ضمن اهتمامات واولويات منظمة الصحة العالمية. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم الصحة العالمي، يعني هل يشكل حملة او ربما يشكل نوع من الحافز لدى شعوب العالم اجمع والجهات المعنية، وزارة الصحة المنضوية تحت منظمة الصحة العالمية، يعني في التركيز على الامور الصحية في الوزارات او في الدول المنضوية تحت مظلة منظمة الصحة العالمية؟ نعم، شيء اكيد هو هذا الموضوع. ودائما وزارة الصحة سواء العراقية أو بقية الدول اللي من ضمن برنامج المنظمة تطرح مشاكلها الصحية الموجودة في البلد. مثلا شنو الأمراض اللي تكثر عندها واللي ما ممكن السيطرة عليها، لكنه ممكن بإجراءات دولية شاملة، مساعدات معينة مقابل مبلغ تدفع الدولة الحكومة وزارة الصحة حتى تنفذ لها هذا البرنامج. يصير عليها دراسات معينة تجمع معلومات علاقات المرض بالنسبة بالبيئة وعلاقته ويا الإنسان، وين الخازن مالته، كيف طريقة انتقاله، هالأشياء تجمع معلومات. نعم. عنها بعدين تبدي. نعم. تنفذ برنامج. دكتور، اليوم احنا مو نحتاج البرنامج الصحي طويل اليوم يوعي المواطن وأيضا يعني علمه أنه بشتى الأنشطة الصحية شيء طبيعي، وهذا من ضمن الأولويات المنظمة أنه تعزيز الصحة ونشر الثقافة الصحية أهم خطوة بالسيطرة على المرض. يعني أنا مرض موجود. نعم. أبدي يجي للطبيب يعالجه. لازم تعرف شلون تتعامل بالضبط. نعم. هذا أنا لازم أوعي الشخص شلون يتعامل ويا المريض، شلون يتعامل ويا بيئته، وين الخازن مات المرض مالته، شلون يتوقع من عنده، كيف وين الأماكن اللي يأخذ من عندها اللقاحات، الأدوية، الفحوصات وين يؤديها بشكلها الصحيح. نعم. والمعترف بهم. نعم دكتور، يعني ما نسبة تطبيق مخرجات المؤتمرات والندوات التي يعني
تحدث في منظمة الصحة العالمية من قبل الوزارة وتحديدا وزارة الصحة العراقية، حتى تنعكس بشكل إيجابي على المواطن بالتالي. طبعا تطبيقها يعتمد على عدة جوانب، واحدة من عدها أنه الأشخاص المكلفين بتنفيذ البرنامج. طبعا المنظمة عندها أربع مجاميع بالتنفيذ البرامج. برنامج المجموعة الأولى اللي هم العالمين اللي هم الخبراء والأشخاص اللي مكلفين بوضع البرنامج، وعندنا الموظفين المحليين أو الوطنيين. الوطنيين اللي يقصد بها الدوائر الدولة والمؤسسات الصحية والمؤسسات الساندة إلها، مو شرط أنه مؤسسة صحية، منظمات مجتمع مدني، عندنا وزارات أخرى اللي إلها علاقة بصحة الإنسان. هذا التنفيذ معتمد على هذول المجاميع، متى ما يكون إلها دعم ودعم من الحكومة الحكومة المركزية أو الفدرالية أو أي حكومة اللي هي بالبلد، هذا الدعم المالي موفر له يقدر ينفذ البرنامج بشكل صحيح. إضافة لهاي أن المنظمة تقوم بالتدريب للملاكات الموجودة بالدوائر الدولة حتى ينفذ البرنامج بشكل صحيح، وينطي فيدباك أو معلومات راجعة للمسؤول المنظمة أو الممثل الإقليمي بالبلد. وترجع للمنظمة حتى يدرسون واقع الحال أنه هاي عملية تنفيذها بها مشاكل، إذا بها مشاكل حلوها، شنو الأسباب المشاكل هذه، معالجتها تبدي عاد تمشي الأمور. هذه النقاط كلها هي اللي تحدد نجاحها. إذا كان التنفيذ صحيح يكون النجاح نسب عالية، إذا كان التنفيذ به تلكؤ أو مشاكل ممكن خارجة عن إرادة المؤسسات، ذي الساعة رح يتأخر البرنامج. يعني صار مثال عندنا إحنا بالعراق مال شل الأطفال، البرنامج مال شل الأطفال بالتنفيذ كان بالتسعينات ومشينا به خطوات كلش كبيرة، وصلنا مرحلة أنه صار إراديكيشن أو استئصال للمرض، بدنا ناخذ السيرتيفيكيت، ظهرت عندنا حالة بالأساس هي وافدة من خارج العراق، رجعت البرنامج للخلف، صار عندنا فد زيادة بالتحري ورفع المستوى بالتحري، بحيث رجعنا خطوة بالبرنامج للخلف. مع هذا تجاوزنا هاي المرحلة، رجعنا على مرحلة الإراديكيشن والسيرتيفيكيت. طيب دكتور، اليوم شلون نستطيع أن نعمل على فعل جمعي يعني لحماية صحة البشر وعافيته؟ نمشي بعدة خطوات، واحدة من عندهم التوعية، والتوعية مو فقط وزارة الصحة، كل الوزارات، كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، إضافة لهاي أي شخص عنده معلومة صحيحة المفروض يوجه الناس بها، بغض النظر أنه هو مكلف بهذا الموضوع، لأن هو موضوع شامل للكل، ومسؤولية للكل. بالضبط. نعم. طيب دكتور، في أي سنة انضم العراق إلى منظمة الصحة العالمية؟ انضم من التأسيس، من تأسيس بال 45 أصبت الأمم المتحدة هي اللي انضم العراق إلها، هي 61 دولة كانت. ومن هاي العصبة الأمم المتحدة طلعت منظمات، من ضمنها منظمة الصحة العالمية، فالعراق هو من ضمن المنظمة. طيب دكتور يوم، يعني أكو أولوية، أكو اهتمام بالأمراض الناشئة جديدة مثل ما حصل بالفترة السابقة، يعني أكيد انتشار فيروس كورونا وغيرها، يعني أكو اهتمام زايد عن باقي الأمراض المنتشرة أو الأوبئة المنتشرة في العالم أو في تشرف في بعض الدول بشكل كبير جدا، يعني من قبل منظمة الصحة العالمية؟ أكيد هذا من ضمن الأولويات، لأن أي وباء يكون طارئ وغريب على العالم كله يصير باهتمام أكثر من بقية الأمراض، لكن ما تنسي بقية الأمراض اللي هي ماشية كجدول من ضمن البرنامج. لكن تعطي أولويات، يعني مثل ما صار عندنا بالكوفيد، الكوفيد تقريبا الحياة توقفت بالعالم كلها. زين، صار تبادل بالمعلومات من كل الأماكن، رغم أنه كان تأخير بقسم من الأماكن، لكن المعلومات بدأت تتوافد من منطقة لمنطقة. منظمة الصحة العالمية حللتها مع خبرائها واستشارات، طبعا الاستشارات ما راح تكون فقط هي حكر على مجموعة معينة، حتى اللي نفذوا بالعراق، بالصين، بقية الدول، تاخذ منهم المعلومات اللي شافوها بالواقع الحال وتبدي تدرسها، شنو نوصل الى شيء صحيح، معلومات متبادلة. وهيئت بعدين شركات اللي
أنتجت اللقاحات الأدوية أنه ودعمتها بحيث أنه تنطي اللقاح والعلاج مبالغ يسيرة مو مبالغ واهية. حددت الاحتكار للأدوية واللقاحات. طيب اليوم احنا نتحدث عن الاجراءات للتشجيع على اتخاذ التدابير يعني تكون او لتمنع الاضرار الناجمه اللي تكون عن الحوادث من خلال التعاون مع المنظمات المختصه عند الضروره. هي مجموعه بالمقدمه قلنا التثقيف الصحي. صحيح اكيد. ثاني شغله هي الالتزام بالتعليمات. يعني انا اقول مثلا ارتدي الكمامات، ارتدي الكفوف، عقم ملابسك كذا، حذائك كذا، تسوي تنظيف بيئتك، لا تلمي القمامه باي مكان عندك، لازم حاويه وتخلي بيها. هذا التنفيذ هو حجر اساس بالموضوع. نعم. انطينا المعلومه والمجتمع عرفها وهاي، بعدين يقول لك يلا يا معودي ايش دعوه، هي يم رب العالمين. نعم. هذا الاتكال على رب العالمين، هو قال اتكل علي. بس اسعى يا عبدي وعيني. والحذر يمنع القدر. بالضبط. والوقاية خير من العلاج. هذن الأشياء اللي هي كلش مهمة بالتنفيذ. نعم. طيب دكتور، يعني ماذا عن تسهيل أو تحسين التغذية والإسكان والترفيه في جميع يعني جوانب الحياة، وأيضا الاهتمام بالصحة البيئية بشكل عام من قبل منظمة الصحة العالمية؟ أكيد هذا شيء مهم جدا، لأن كبشر يعني هو جسمه محصن. كذلك الحيوان النبات جسمه محصن، لكنه تراكم النفايات وعدم إدارة البيئة بشكل صحيح راح يولد لنا بؤر مع الأمراض اللي هي مخازن ممكن للأمراض، وممكن يسوي لنا تلوث وتبدي أمراض جديدة تطلع. نفس الوقت الالتزام بالتعليمات، مثلا أنا عندي حقل دواجن، عندي واحد من العمال مصابين انفلونزا، حقل الدواجن صير عندهم هم الحيوانات عندهم انفلونزا، دخل هذا العامل بداخل الحقل، نام وياهم، اختلطت الانفلونزا اللي موجوده مات البشر ويا الحيوان، نقلت من مكان لمكان اخر، راحت بعدين الفضلات مات الحيوان بالخارج ليرسلوها لبقيه حيوانات تتغذى عليها مثل الخنازير. زين هناك داخل الخنزير صار عندنا فالتحوير بالفيروس، فهذا السيستم الموجود بالبيئة لازم الإنسان يحافظ عليه بشكل صحيح. ليش يقول له وجعلناكم خليفة في الأرض؟ طيب. الخليفة لازم يديرها بشكل صح. بحديثنا عن اليوم عن الحيوانات دكتور، أيضا بعض الأحيان تجي الفيروسات عن طريق يمكن صارت سنوات بالدجاج أو اللحوم إنه منحها. نعم. هذه أيضا تصيب الإنسان أكثر. أكيد. عندنا خصوصا إذا يكون ما مستوي الأكل. احنا بالعراق يعني مساله الاستواء هم ينتقل التغذيه لا احنا بطبيعتنا. نعم. عراقيين كليتنا بالطبخ نوصل مرحله الطبخ الى مرحله الغليان والحرق. نعم. في اغلب الاوقات فتكون امينه. كل المواد الغذائيه بهاي المرحله تكون امينه حتى لو كانت مصابه بفيروس لكن طريقه التعامل بها هي اللي تحدد انه الغذاء راح يكون ملوث بعدها لو لا. نعم. يعني مثلا عندنا مثلا الحمى النسفيه اللي صارت عندنا بهالفتره هذه. مرض الحمى النسفيه هو مرض يصيب الحيوانات لكنه ينتقل عن طريق من؟ عن طريق القراد اللي هو موجود بالبيئه. صحيح. طفيلي عايش. نعم. على الحيوانات وبنفس الوقت هو يطفل على الانسان. متى ما كان الانسان رجليه عاريه وبداخل حقل او يتعامل ويا حيوانات فالقراده تتمسك به تبدي تمتص الدم فتنتقل الفيروس اللي هو من الحيوان المصاب كان سابقا. نعم. متغذي عليه. هاي طريقه. اللحم بعد ما ينجزر الحيوان اللحم الدم مالته يكون مصاب. زين عمليه التعامل مع عند القصاب بالبيت، المراه او الرجل من يتعامل بالبيت من يشتغل به عمليه تقطيعه خطره. لازم ياخذ اجراءات احترازيه. ابسط شيء هو يلبس الكف. اذا ايديه مجرحه يتوقع اكثر، يحاول شخص ثاني هو يقوم بهذا الموضوع، لان عمليه انتقاله من الدم الحيوان المصاب الى الشخص السليم او القائم بالتقطيع ممكن عن طريق هذه الجروح. نعم. بنفس الوقت تقليم الاظافر خلال 24 ساعه الاولى يكون خطر بالتعامل ويا اي شيء ملوث. لأن هاي المنطقة تكون حساسة ورقيقة. نعم. وأحيانا بالتقليم أيضا ممكن ناخذ جزء من الجلد من عدة فتكون جرح مفتوح. هذا الأشياء لازم ينتبه عليها بالنسبة للحمى النسفية.
بالنسبة للدواجن، دواجن أخطر مرض هو إنفلونزا الطيور، اللي هو اختلاط، هذا يجي عن طريق الطيور المهاجرة من منطقة لأخرى فينقلها للحيوانات الداجنة الموجودة عندنا فعلا. وأنت تختلط وياها أو أي شخص يختلط وياها ممكن يأخذ الأصابة. طيب دكتور، بدوركم يعني أكو ندوات، أكو أشياء تثقيفية توعوية ما نقول للمواطن لكن ربما للدوائر أو قطاعات الصحة المنتشرة في كل المحافظات بهالمواضيع هاي، وتحديدا ربما الأطباء البيطريين همين؟ أكيد هذا موجود، وأخير فترة استحدثت وزارة الصحة أن تكون وحدات تعزيز صحة بكل دوائر الدولة وكل مؤسساتها بغض النظر صحية أو غير صحية، خدمية، إدارية، فنية، مالية، كلها هذه بها وحدة تعزيز صحة. مهمتها أنه تأخذ المعلومة من وزارة الصحة وتبدي تسوي ندوات وفعاليات على مناسبات عالمية أو أي شيء يصير عندنا حدث بالعراق إحنا نريد نوعي به، يأخذ المعلومة من عندنا أو إحنا نروح لنساعده بالموضوع. نعم. نسوي الاحتفالية بالموضوع وتوعية. دكتور شكرا تواجدك ويانا، شكرا على كل المعلومات القيمة اللي ذكرتها. شكرا جزيلا دكتور.